العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجعل توزيع المساعدات الإنسانية مستحيلاً، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة إنسانية وشيكة. استئناف القتال في غزة يعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر بحسب البرنامج، ومطالبات أممية بأن يتمتع هؤلاء العاملون بإمكانية الوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع حتى يتمكنوا من توزيع المساعدات. البرنامج يحث على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تقول إن الحرب أدت إلى ما لا يمكن تصوره من الفقدان والدمار والبؤس. آلاف استشهدوا وملايين شردوا والنظام الإنساني ينهار. وليست آلية توزيع المساعدات ما تضرر فقط، بل إن قدرة الأمم المتحدة على تلقي المساعدات في غزة تأثرت كثيراً بسبب عوامل عدة وفق المتحدث باسم الأمم المتحدة. نقص في الشاحنات داخل غزة وانقطاع الاتصالات، والعاملون لم يتمكنوا من القدوم إلى معبر رفح بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف غاراته. الأمم المتحدة تؤكد أنه لليوم الثالث على التوالي كانت رفح المحافظة الوحيدة في غزة التي وزعت فيها مساعدات محدودة، فضلاً عن أن توزيع المساعدات توقف في محافظة خان يونس. وحده وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الذي يمكن أن ينهي معاناة المدنيين ويمنع وقوع الكارثة الإنسانية الوشيكة وفق برنامج الأغذية العالمي.